إلى ملفنا الأول، حيث تنتشر في محافظة السويداء كميات هائلة من العملات المزورة المحلية وأيضا العالمية، الأمر الذي يهدد أرزاق المواطنين فيها ويسبب المشكلات لهم. كاميرا تلفزيون سوريا كانت هناك وعادت لنا بالمادة الآتية، نتابعها سويا. جعل ناشطين في هذا المجال بتزوير أو ترويج العملة المزورة الوطنية وأيضا العملة المزورة الخارجية كالدولار مثلا، وبشكل عام هذا ينعكس على المواطن العربي السوري وعلى اقتصاد هذا البلد ويكرس حالة الجوع والفقر. العملة المزورة صارت تنتشر وخاصة بضعف الرقابة وضعف المحاسبة، فالواحد بده يكون منتبه، يعني خاصة اللي عم يشتغل أشغال بتلينا يعني على البركة، ما في رأس مال كبير، ما في أموال، بده ينتبه للواحد. يفضل كثير أنه تنعد المصاري، تنعد مرة ومرتين وثلاثة وتنعد من جهتين، وأفضل طريقة لعد المصاري هي عدها بطريقة مثل ورق الشدي، ورق اللعب. هاي الطريقة بتوضح كثير الأمر إذا فيها تلف أو إذا كانت قديمة أو إذا كانت مزورة. مش حاطه. يلا خدك. يلا. أرحب بحمزة المختار وهو صحفي من السويداء معنا عبر الهاتف. مرحبا بك حمزة. مرحبا. يعني متى بدأت هذه الظاهرة في السويداء وكيف اكتشفت؟ هلق بالبداية يعني موضوع العملات المزورة هو موضوع يعني عالمي، يعني وين ما كان بأي دولة بالعالم بيكون فيها هذا الموضوع، ولكن بتختلف الكميات أو النسب ما بين الدولة اللي فيها فوضى والدولة اللي فيها استقرار. بالنسبة لمحافظة السويداء يعني بلش الموضوع ينتشر بشكل كبير مع انتشار المخدرات والمواد المخدرة بالمحافظة، يعني صار في عنا اللي عم بفوت المخدرات هو نفسه اللي عم بفوت هاي العملة المزورة، يعني يتزامن مع انتشار الممنوعات في المنطقة. إذا هذه العملات بالتأكيد طبعا الفوضى موجودة، الرقابة المنتهي أساسا. طبعا الانتشار كان يعني الاكثر للعمله الاجنبيه وخاصه الدولار، يعني الدولار هو اول شيء عمله غريبه على البلد، يعني ما حدا بيعرف قبل الحرب وقبل الثوره ما كان حدا بيعرف الدولار غير اللي بيسافروا لبرا البلد. فهذا الموضوع شكل كثير، يعني كان في كثير ضحايا لهذا العمليات النصب بالدولار المزور. طب إذا في حوادث تحكي لنا عنها، يعني حمزة عم تقول في ضحايا يعني لشركات معينة أو لشركات الصرافة أو لعقارات معينة حدثت؟ حمزة عم تسمعني؟ تفضل. صعب جدا لانه حتى اللي معه هاي اللي حامل هاي العمله لما بده يفوت على مكتب صرافي او على 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 شركه كبيره فراح يكون متوقع انه يكون في اجهزه لكشف هاي العملات، ولكن الضحايا هون عم يكونوا التجار الصغار اللي بالسوق، يعني الناس اللي بتتعامل بال1000 وبال2000 وبال10000 هذول اللي اكثر شيء بيقعوا بفخ التزوير. في شيء كثير مهم، يعني انه الاساليب التزوير او النسبه العاليه جدا لهي العمله للعمله المزوره عم تكون صعب كثير حتى حمزة الصوت شوي عم يتقطع، عم يتقطع الصوت، ما عم نقدر نسمعك بشكل واضح، لو ترجع تعيد الفكرة الأخيرة مشان نقدر نفهم. تمام. أنا كنت النسبة العالية جدا للدولار المضروب أو للدولار المزور أو حتى للعملة السورية المزورة عم تكون كثير عالي، بتتزور بشكل كثير دقيق، يعني حتى الناس اللي عندها آلات لكشف التزوير ما عم تكشفها غير الآلات البنكية. إذا بس بدي عيد الفكرة لأنه صوتك تقطع، عم تقول إنه التزوير عم بيكون جدا دقيق لدرجة إنه حتى الآلات اللي بتكشف العملة المزورة ما عم تقدر تكشف العملة المزورة اليوم في السويداء. تماما بالضبط هيك، ما عدا يعني ما عدا
الالات البنكيه بتقدر تكشف عن المزور، يعني عم تلف بين الناس هاي العمله لحتى توصل للبنك لحتى تنكشف انه هاي بقلب البنك عمله فقط. مزوره. هيك عم بيصير. طب انت تتحدث الان تماما، على الدولار فقط؟ نعم، تتحدث على الدولار ام حتى في العمله المحليه هناك يعني تقنيه بعدم اكتشاف موضوع العملات المزوره حرفيه؟ بالعمله الوطنيه او العمله المحليه يكون فيها يعني حمزة للأسف الصوت يتقطع بشدة، الفكرة لم تصل بشكل واضح. ما بعرف إذا بطلب من الكنترول أنه يرجع يعوض اتصال فيك، لأنه فعلا اليوم روان الموضوع جدا مؤرق، يعني أصلا ما في عملة، ما في سيولة بالسوق، فما بالك أنها تكون موجودة ومزورة أيضا، يعني فما بنعرف شو تبعات هذا الموضوع ممكن تكون. اكيد اكيد له تبعات، يعني حد حكى حمزه انه في موضوع نصب، اكيد بيكون في يعني خسارات كبيره على السوق ايضا على الناس والشركات الصغيره، لانه الشركات الكبيره ما عم تقدر يمكن انها تكشف الموضوع. مزبوط. لبين ما يمكن يرجع حمزه رح يكون معنا تقرير خاص عن مدينه دمشق، سنتابعه سويا هو من الداخل. هنا في القرن الحادي والعشرين هكذا تضاء أحياء دمشق التي أثقلتها الأزمات المتجددة بنماذج وحلول بديلة هي أسوأ من المشكلة ذاتها. تغيب الكهرباء عن أحياء العاصمة لساعات طويلة تصل إلى 20 ساعة، وفي أفضل الأحوال تختصر المدة لعشر ساعات، وتتم تغذية أحياء المدينة لساعة واحدة بنظام تقنين هو الأسوأ على الأهالي في ظل موجات الحر الشديدة. يكاد الظلام يطمس معالم دمشق ليلا إلا من حالفه الحظ بتوفير قليل من المحروقات النادرة لتشغيل مولدات كهربائية بتكاليف باهظة. كاميرا تلفزيون سوريا السرية في دمشق تجولت في مناطق متفرقة من الشعلان إلى باب توما وجسر الرئيس مرورا بشارع بغداد إلى دمشق القديمة، وأظهرت الصور الخاصة السمة المشتركة لغياب التيار الكهربائي في الأحياء التي ظهرت بحلة سوداء غير مرضية لسكان المدينة. بعد انقشاع سواد الليل يشرق نهار دمشق بضجيج المولدات الكهربائية التي تغطي أجزاء بسيطة من الأحياء ولفئات محددة من الطبقة المتوسطة التي نجحت في شراء مولدة كهربائية خاصة تغذي منازلهم لساعات قليلة. ترجع حكومة نظام الأسد عبر تصريحاتها الأزمة الحاصلة إلى نقص مادة الغاز التي تشغل نسبة 70% من محطات الكهرباء، بالإضافة إلى خروج عدة محطات لتوليد الكهرباء عن الخدمة والتي وصفتها بظروف خارجة عن إرادتها. أزمات متتالية تخنق المدينة والمدنيين دون تحرك فعلي لحكومة النظام التي قابلت تدهور الأوضاع بالتبريرات من دون تقديم حلول ومشاريع إسعافية لتعود دمشق بسكانها إلى عصور تخطاها العالم بقرون. أعود وأرحب بحمزة المختار، ربما عاد إلينا بصوت جيد. مرحبا حمزة. مرحبا حمزة، كنا نتحدث أيضا عن موضوع العملة المحلية، إن كان هناك باستطاعة آلات كشف العملات المزورة كشفها، لكن لم نسمعك جيدا. تمام. تفضل. تمام. هلأ العملة المحلية أكيد عم بيصير فيها تزوير، ولكن مش بالشكل اللي عم بتزور فيه مثل ما حكينا. الدولار الدولار اللي عم يجي على البلد عم يجي دولار البيرو المعروف بدولار البيرو، هو عم يتزور بشكل كثير، إنه له طريقة كثير خاصة، ولكن العملة المحلية ما عم تكون بهاي الدقة، عم تنكشف بأسهل من موضوع الدولار. ولكن في شيء مثلا مثل فئة الخمسة آلاف لما نزلت، هاي الفئة الجديدة طبعا المزورين والناس اللي بتشتغل بهذا المجال استغلت هذا الموضوع، انه هاي عملة جديدة على السوق وما حدا بيعرف لا شو الخصائص المائية اللي فيها او شو الشيء اللي ممكن تنكشف او العلامات اللي بتكون مميزه للعمله انه تنكشف فيها. فالمزورين اذا فينا نقول، يعني انت عم تحكي قلت انه هي بين ربما الناس اللي بتستخدم العملات الخفيفه وليست بارقام كبيره، اذا فينا بس عندك معلومات كيف ممكن انه تنكشف
هلق بعيدا عن موضوع الاجهزه. هلق بعيدا عن موضوع الاجهزه، يمكن الدولار في عندي معلومات بانه كيف بينكشف، يعني هي في علامه مائيه للدولار وفي الخيط السحري او بيقولوا له، او الخيط هاي يعني بيجي بمنطقه معينه بالورقه فبتنكشف عن طريقه. بس العمله الوطنيه لا حقيقه ما في معلومات، ولكن هي بتبين انه يمكن اصغر بميلي او شيء عن العمله نظاميه. طيب بما انك عم تتحدث عن هاي التفاصيل حمزه، بعد ما انتشرت هاي الظاهره هل صار هناك توعيه للسكان؟ هل صار في ناس مختصه مثلا تحاول تلجا لها، التجار الصغار مثل ما ذكرت او حتى المواطنين؟ هلق لا، يمكن الموضوع صعب شوي، يعني لما انا بدي بيع شيء او بدي بيع سيارتي او بدي بيع اي شيء، او انا يعني عم اشتغل باي مكان او اي محل تجاري، فاكيد ما راح كل واحد يعطيني مثلا 100,000 او 200,000، بدي اروح عند مختص يعد لي اياهم او يفحص لي اياهم اذا مزبوطين او لا. بصير الموضوع انه يا اما بتنكشف صدفي يا اما خلص اللي اكل الكم اكل، يعني ما لا حول ولا قوه. بتروح من كيسه مثل ما بيقولوا بالنهايه. اكيد طبعا طبعا هذا الحكي يعني ناتج عن الفوضى العارمه اللي عم تصير بسوريا بشكل عام، بالمحافظه بشكل خاص يعني، ولا يوجد ايضا رقابه. طب حمزه لنحكي شوي بموضوع السوق، تاثير وجود تلك العمله على السوق. هلق بالتاكيد يعني هاي العمله اول شيء عم بتروح من يعني من 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 ارزاق الناس، عم تاكل من ارزاق الناس، يعني اللي عم ينضرب بعمله مزوره بمبالغ مثلا 10 مليون او 15 مليون سواء اي شيء كان عم يشتغله، فهو عمليا يعني وقف حركه المجال اللي هذا الشخص عم يشتغل فيه. نفس المبدا يعني لما حدا بده يتعرض لهي العمليه اكيد راح ينقلها بشكل غير مباشر لغيره، خاصه اذا ما اكتشف انه هاي العمله كانت مزوره. وبالتالي بصير في عدم ثقه يعني بين التاجر وبين المواطن او العكس، او حتى بين الناس انفسهم. طيب وقديش ممكن تنتقل يعني ينتقل هذا الموضوع خارج السويداء الى درعا الى دمشق الى باقي المناطق؟ يعني هلا موضوع انه ينتقل بي 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 يعني بشكل كبير لا صعب لعده اسباب. السبب الاول انه اذا بده يصير في تحويل من السويداء لاي مكان خارج يعني خارج محافظه السويداء، هو راح ينتقل عن طريق المكاتب الصرافي او عمليات تجاريه المعروفه بالمحافظه. اي تمام. هلا صعب كثير الموضوع لانه العمليات التجاريه شبه معدومه بين السويداء وباقي المناطق بسبب البروباغندا الاعلاميه اللي عم بيقوم فيها الاجهزه الامنيه واجهزه النظام بانه السويداء مدينه خطيره، السويداء شيكاغو الشرق، السويداء فيها خطف في السويداء. فهون نحن يعني هون التاجر من برا المحافظه صار صعب انه يجي على السويداء، وفي يعني نسبه 80% خليني احكي لك اياها وما في مبالغه بالكلام، ما في تجار عم يجوا من برا لهون، يعني الناس اللي كانت تجي كلها بطلت تجي، فيمكن صعب شوي انتقال العمله لبرا المحافظه، ولكن هي عم تنتقل يعني هي موجوده بباقي المحافظات السوريه خاصه الموجود فيها حزب الله والميليشيات اللي بتتبع للحزب. شكرا جزيلا لك حمزه المختار، كنت معنا من السويداء عبر الهاتف، شكرا لك.